حلو كتير اللي عم تحكيه، بس هو وهم. ليش بدك تشاركي بالمسرحية؟ لأني بحب المسرح، بحب أعمل مسرحية، يعني مسرحية لهنريك إبسن مثلا. حضرت له مسرحية مرة. يعني مرة رحتي حضرتي له مسرحية بالمسرح القومي؟ لا، هون وين هون؟ هون بالسجن كانوا يجيبوا عروض مسرح لهون؟ لا، ما حدا جاب شي. مين عملها لكن؟ هند قهوجي، وجدان نصيف، ناهد بدوية، سميرة خليل. مين هدول؟ هدول سجينات كانوا هون. طيب بدي أعرفكم، هند قهوجي ووجدان نصيف. والله أنا يعني صراحة حبيت فكرة إنه سجينة قضائية حضرتنا من 91 ولهلأ متذكرتنا ومتذكر متذكرة مين نحنا وشو عملنا. يعني أنا إذا بحكي لها شو صار معي أول فترة صراحة ممكن تبطل تطلع. أنا اتهموني بقتل واحد وحكمت 20 سنة، هاي قصتي. ليش قتلتي؟ هلا في سجينات بعد ما طلعوا فعلا عملوا عيلة وجابوا أولاد، وفي اللي اكتئب وفي اللي انتحر وفي اللي اختفى. رح أعمل إعداد للنص، رح حافظ فيه على بنية المسرحية مثل ما هي. ديكور رح أعمله من كرتون البيض الأسلاك، ورح نلون الديكور كله بقلام تلوين عادية. يعني فعلياً رح استعير الشكل اللي عملته فيه مسرحية حورية البحر بالسجن. يا ريت كل الناس عندها ضمير قوي، ضمير ما بيعذبها، ضمير بيساعدها تعمل اللي بدها إياه، تعمل كل شي بتقدر عليه، مثل الفايكينج، مثل قراصنة بيركبوا سفنهم وبيغزوا أراضي التانيين، بيحرقوا، بيقتلوا، وبيسبوا النساء، وبيعاملوهن أسوأ معاملة، بعدين بيرجعوا على بيوتهم بياكلوا وبيشربوا بسعادة مثل الأطفال. وبس نخلص شغل نعرض، وقتها رح تكونوا قاعدين بين الجمهور، رح نقدم لكم المسرحية لكم، وبنهاية العرض رح تصفقوا لنا، بس نحن كمان رح نكون عم نصفق لكم، رح نكون عم نصفق للمسرحية اللي عملتوها من زمان كتير. لا بيعرف الحساب ولا بيكون